السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا دايما بخير. اسعار الدولار والعملات في مصر اليوم الاربعاء 10/5/2023، فضلا منكم طبعا اتمنى تدعموني اخواتي باشتراك ولايك، نستعرض مع بعض باذن الله اسعار الدولار والعملات في البنوك اولا ثم اسعار الدولار في السوق السوداء. سجل الدولار الامريكي اليوم في البنوك 30.89 جنيه، الريال السعودي 8.24 جنيه، والدينار الكويتي سجل اليوم في البنوك 100.76 جنيه. طبعا ارتفاع مهول في اسعار الدينار في السوق السوداء. درهم الإمارات تسجل 8.41 جنيه، الجنيه الاسترليني سجل 38.99 جنيه، واليورو سجل اليوم في البنوك 33.87 جنيه. سعر الدولار في السوق السوداء شراء 36.97 جنيه، وسجل البيع 37.55 جنيه. أنا بشكركم دايما، ربنا يسعد أوقاتكم جميعا. الدولار في ارتفاع سواء في البنوك أو في السوق السوداء، ربنا يعدي الأيام اللي جاية على خير. أنا بشكركم دايما وجودكم على راسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.